وصلنا النصيحة ديال اليوم وحنا كنتكلموا على موضوع التعافي. إذا أي مرحلة ديال الإدمان إلا وكتكون صعيبة، لكن في حالات كثيرة الناس كيوقفوا بجنب الوليدات ديالهم، الأصدقاء ديالهم، الدعم الأسري والعائلي كيساعدهم على العلاج أو التماثل للشفاء. مرحلة التعافي دكتورة، بغينا اليوم نصائح لكل أسر اللي كيسمعوا لنا. العلاج طبعا ممكن، التعافي ممكن، المراحل ديال هذا التعافي شنو خاص يكون فيها، وأيضا ما بعد التعافي، كيفاش المدمن سابقا يسترجع حياته بشكل طبيعي، حياته الصحية، حياته العامة مع الأصدقاء، العمل، الدراسة، بصفة عامة كيفاش يسترجع حياته ويعاود يندمج في المجتمع. إذن بالنسبة للتعافي من الإدمان ممكن، وممكن عند أي شخص، غير هو كاين شي مراحل خصنا نتبعوها. كاين مرحلة ديال التقييم الأولي اللي ضرورية ومؤكدة، كيكون فيها تقييم ديال سلوك الإدمان، تقييم ديال الحالة النفسية العقلية والحالة العضوية ديال الشخص المدمن، ثم تقييم اجتماعي اقتصادي الأسري، وكذلك ديال أوضاع العمل ديالو أو الدراسة. من بعد هذه المرحله ديال التقييم كتجي مرحله ديال الحوارات التحفيزيه. هذه الحوارات التحفيزيه كنقلبوا فيها المحفزات الداخليه اللي تمكننا من تغيير هذا السلوك، يعني نحيدوا من سلوك الادمان ونرجعوا لسلوك عادي بدون مواد مخدره. من بعد كتجي فتره علاجيه نشيطه. هذه الفتره العلاجيه النشيطه فيها جوج المراحل. واحد كنحدوا الهدف ديالنا مع الشخص اللي كيعاني من اضطراب الادمان، وجوج كنقترحوا عليه التقنيات العلاجيه الممكنه. فهاد التقنيات العلاجيه كاين عندنا بزاف ديال الاختيارات، كاين الادويه اللي في بعض الحالات كتكون ضروريه، كاين العلاج المعرفي السلوكي، كاين العلاجات النفسيه البيعلاقاتيه. اذا كاين مجموعه ديال المراحل اللي ممكن نقترحوها على هذا الشخص المدمن على حسب الحاله ديالته. من بعد ما بعد التعافي دكتوره، كيفاش يسترجع حياته بشكل طبيعي، وهذيك المهارات والتقنيات اللي كتلقنوها له باش يعاود يلقى راسو، يبني ذاته، يبني حياته ويندمج في المجتمع. هذيك التقنيات كيتعلمها في خلال الفترة العلاجية، وكيستخدمها من بعد الفترة العلاجية، فترة اللي كتسمى فترة ديال الحفظ والمتابعة اللي كتدوم شهر، شهرين، ثلاث شهور على حسب كل حالة، إلى سنوات. والمدمن دائما كنحتاجوا معاه واحد المرافقة اللي كتدوم مدة طويلة باش كنتجنبوا الانتكاسة أو يرجع الإدمان. أو نصيحتك للأسر، واش خاص الدعم؟ الدعم ضروري ديال الأسرة، ضروري من الدعم ديال الأسرة والدعم ديال المحيط، وضروري من إعادة التأهيل النفسي وإعادة التأهيل الاجتماعي، وأنه يرجع العمل ديالو أو للدراسة ديالو إلا كان انقطع لها أو لا كانوا مشاكل ويسترجع تخطو بنفسه طبعا الاضطراب.